السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدرسة أستوعد عاشر عراق. أستري أستوعد عاشر عراق. رافعي العلم عادة سر. كل قف على اليسار در. رئيس مجلس الإدارة المحترم، السيد مدير المحترم، السادة المعاونين المحترمين، إخواني وأخواتي المدرسين المحترمين، أعزائي الطلاب، أسعدتم صباحاً. عنوان كلمتي: المدرسة عنوان النجاح. الحياة المدرسية هي رحلة فريدة ومليئة بالتحديات والفرص للنمو والتعلم، ودعونا نبدأ بعصارة هذه المرحلة المدرسية وهي التعلم. لقد وهبتم أنفسكم الوقت والجهد للغوص في عالم المعرفة واكتشاف مختلف المواضيع والمفاهيم، وما أروع أن تشاهدوا نجاحاتكم وتقدمكم في تطوير أنفسكم. وتذكر دائماً أهمية القيم المدرسية في حياتنا، فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلم الأكاديمي، بل هي أيضاً مكان لتعلم النزاهة والاحترام والتعامل اللائق مع الآخرين. علينا أن نكون قدوة في المدرسة ونتعامل بعقلانية وحب واحترام. وتذكروا أن العمل الجماعي والتعاون يساعدكم على الوصول إلى أهدافكم المشتركة بشكل أسرع وأكثر فعالية. وأخيراً أتوجه إليكم برسالة الإلهام والتشجيع: ولا تيأسوا في مواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجهكم في مسيرتكم التعليمية. إن كنتم تحملون الإرادة والتصميم والاجتهاد، فبإمكانكم تحقيق أي شيء تتمنونه. وفي الختام، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة
النجاح مهمة، لكن الأهم منها هو إرادة التحضير للنجاح. حكمة اليوم للتلميذ مصطفى أحمد الصف السادس بي. السلام عليكم. حكمتنا لهذا اليوم هي عن النجاح. لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أهدفت ما تقوم به، وسر النجاح هو الثبات على الهدف. وشكرا. في الختام، الوقت كالسيف إذ لم تقطعه قطعك. الوقت هو المستقبل، فكل شيء تقوم به على مدار 24 ساعة يصب في مصلحة مستقبلك، فلا تضعه. وشكرا لكم. أثبت، أستعد. لا ساحة يمين ويسار، عادة انسر.